الحق شهدوا هذا القصف ونستمع لصوت قذائف جراد. إذا مشاهدينا، سلسلة انفجارات ضربت إذن قبل قليل أربيل. مصادر كردية قالت إن المدينة تعرضت لهجمات صاروخية، فيما تفيد تقارير بأن هذه الصواريخ استهدفت محيط القنصلية الأمريكية في أربيل في شمال العراق. الآن محافظ أربيل يؤكد سقوط صواريخ عدة على المدينة. طبعا القصف يبدو عنيفا بالنظر إلى النيران وكذلك الدخان المتصاعد والصوت العنيف لهذه الانفجارات التي تابعناها معكم في هذه الصور. نتابع الصور مرة أخرى. إذن مشاهدينا، كالعادة يعني جرت العادة مؤخرا على أن تستهدف هذه الهجمات المجهولة قواعد عسكرية أمريكية في العراق، أو تضم قواعد أمريكية فضلا عن المصالح الأمريكية أو المراكز الدبلوماسية الأمريكية كذلك في العراق. بالعادة لا تتبنى أي جهة هذه الهجمات إلا فيما ندر، ولكن غالبا واشنطن تنسب هذه الهجمات إلى فصائل عراقية موالية لإيران. الولايات المتحدة للتذكير كانت قد سحبت على مدى الأشهر الماضية العديد من قواتها في العراق وألقت على مجموعة صغيرة مهمتها التدريب، بحسب ما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في واشنطن خلال شهر يوليو الماضي. إذن